سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من المحرومين من زيادة حبك إيانا، واجعلنا نطرق أبوابك ليلا نهارا حتى نلجا إلى حضرتك، نأخذ من خيراتها وأسرارها ما قدرته لنا من تلك البركات. آمين يا رب العالمين. أما بعد، نسأل الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يوفقنا لكل شان الذي يقربنا منه سبحانه وتعالى. من شأن الدعاء، وقيف الدعاء الكثير عبر القرآن وحياة الأنبياء عليهم السلام والمجاهدين بالتمام في سبيل الله من أصل الدنيا إلى نهاية الحياة الدنيوية. لكن اليوم مش ناخد بعض أحاديث، أنا تقوي من شأن الدعاء في أعماقه. منها هذا الدعاء الذي فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مروي عن الحاكم، أورده الحاكم عليه رضوان الله، قيل لي: يا محمد قل تسمع، ورينا يوم القيامة ليش هو أول ما يشق عن الأرض، ومن أول من يأخذ حرف الجنة وأول باب الجنة، وأول من يفتح ذلك الباب وقياس ما شفعته، مش جمع عدد من الخلق عدد كبير، وأكبر شفاعة هي شفاعة الله. قيل لي: يا محمد قل تسمع. والشفاعة ذكرت هنا لأن هي من أدوات قبول الدعاء. يعني الإنسان يقضي حاجته في الفرار من غضب الله، وبالتالي يلقى من يشفع له من شهداء، من علماء، من أتقياء في العيليك ولا مجال، والأنبياء عليهم السلام والرحمن فوق العرش. يا محمد قل تسمع وسل تعطى. قل، شوف شوف، اسمع طبق وستودي وستوفي. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. شو مهمة الأنبياء عليه السلام وترك المنكرات؟ ليس من شأننا بل نطفع ودفعا خارج ذواتنا ومحيطنا بقدر الاستطاعة. نطلب من الله العون لهذا الجهاد الكبير، جهاد النفس، وترك المنكرات، وحب المساكين. يعني الناس كلها اليوم ناسين إلا ما رحم ربنا، حقوقهم، العيال، اليتيم، لكل ماله، الإنسان الغافل، قاعدين في عصره، خذوله أراضيه، بنايات ولا مجال، بكتب، هذا ما عملوه في الجيبة، من عصابات كان سايبت على البلاد، وخدمة خدمة بن صالح بن صالح. صالح وهي صالح، والله ما جرى الكتاب المولاء أم لا. وزيد كذلك اللي الأرض يخلو فيها مرغب أن في الناس أو من الغفل بيختف، وبعد يرتبوا لها أمورها ويعوها بأغلى الأخلاق. هذا معمول به حتى الآن، لكن هي الأخرى ومختصين من القلاقة كبار من الكبير إلى الله سبحانه وتعالى. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. السكينة عجزين لحظة سنة واسكت السنة. وإذا أردت بقوم الفتنة فتوفى إليك غير مفتون. احنا مش معانا فتنة، ويحب الفتنة لما يعرف الفتنة شد منكم من القتل. فتنة هي الشرك، والشرك اخطر من الكفر. كفر تكفر بني عمكم، اما الشرك ان تجعل لله اندادا او اعوانا او تتزلف بيهم نحو الله تتقرب منهم. لا، اللهم
إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك، أي حب لأبي لأمي لزوجتي لأبنائي لأصدقائي لإخواني لأخواتي. هذاك ربي سألنا الرسول عليه السلام، سأل المولى باش يكون سند مدعم لحبنا لله سبحانه وتعالى. شوف الرسول الكرام كيف يعالجون الألام من أنس الوجه. كذلك احنا تعرضنا على تبر المرض ورد حين أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام بسوفاء من الأنذال العرب السقاط مشيو تو مختار وقت اللي من حب ينتشر خارج مكة، فأخذ الطعف مثلا فأوذي أيضا إلى تماما وحجارة من المكة. تو ناخذوا ما رواه مالك عليه رحمه الله، كان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول، شكرا مالك حريص على أن السنة تكون كافية شافية ولا تمس بأذى. كان عليه الصلاة والسلام يقول يدعو فيقول: اللهم فارق الإصباح، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر، الحمد لله تبارك الرسول عليه السلام، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي بسمعي. نحن متعتنا بما أعطانا ربي بسبيل الله، مو لقصد التمتع فقط، لا في سبيل الله ولا فلا تمتع. هذا أبو حنيفة بعد مالك عليه رضوان الله ماذا يقول؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول بين الركن والحجر الأسود: اللهم، احنا بدنا الحديث لأنه الحج قرب، اللهم 29 في القاعدة، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي الدنيا والآخرة، الحاكم ماذا يقول؟ اللهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحدثنا فيها. تو شوفوا أبو داود رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا لقوم قال: اللهم إن أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. هذا مقوله لأعدائنا جميعا: إنتم اخترتم العداوة فبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله العزيز الكريم الواحد القهار، أنتم مشركين العرب وعجم مثل مكرم وعكم، دخلتم في حرب معانا الموحدين، ستنالون منا ما لم يكن في الكسبان، ونحن نرمي بإذن الرحمن، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا بإذن الله، وما الذي يفعل المؤمن بنصر الله، والفتح قريب لأن الله مجيب. نسأله الإسراع في التمكين بكم، السلام على من اتبع الهدى.